صباح الخير يا ثاني، كيف حالكم اليوم؟ اليوم بدنا نحكي يا ثاني عن الجمع الذهني. اليوم هو الثلاثاء 17/11/2020، صفحة 42. بدنا نحكي بشكل عام يا ماما عن الجمع الذهني وكيف بدنا نجمعه. هلأ هون كلياته في عندي باليد واحد. شو يعني باليد واحد؟ يعني رح يكون في زيادة اللي احنا كنا نحكيه زمان، اللي هو مع إعادة التجميع. الجمع مع إعادة التجميع، مع إعادة تجميع يعني يوجد باليد واحد. هون اللي هو الجمع الذهني اللي هو رح يكون في عندي باليد واحد. أجمع عدد يتكون من منزلتين إلى عدد يتكون من ثلاث منازل ذهنياً. بحكي لي هون حاط لي مسألة: لدى منير 114 قصة قصيرة، اشترى 19 قصة أخرى، كان معه 114، اشترى 19 جداد، فكم قصة صار معه؟ معناته المجموع الكلي كم قصة صار معه؟ هلا شو هو كان عنده 114، اشترى 19 جداد. بحكي بدي أجمع مين؟ الأحد. 9 زائد 4 كم يساوي؟ بحط 9 بعقلي وبكمل للأربعة، 9 بعقلي صح؟ 10 11 12 13 3 وباليد واحد، ما بصير أنزل واحد جنبها. باليد واحد وين؟ فوق العشرات، ما بحطه فوق الأحد لأن الأحد جمعتها وخلصت، بحطه فوق المنزل اللي بعديها اللي هي العشرات. بجمع واحد زائد واحد اثنان، وفي باليد واحد ما بدي أنساه، في باليد واحد ثلاثة. المئات ما في مئات، معناته رح تنزل زي ما هي وهي مئة، عفوا هون مئة مش مئتان، مئة وثلاثة وثلاثون قصة، مئة وثلاثة وثلاثون قصة. لدى مين؟ لدى منير. أصبح معه المجموع الكلي لمنير 133 قصة. طيب ماشي، احكي لي هون. طبعا احنا هاي فهمنا انه ايش في راح يكون في عندي باليد مين؟ باليد واحد. ودائما يا ثاني برجع بحكي لك، ما بدنا ننسى انه احنا نجمع باليد واحد، دائما بجمعه مع العشرات او ممكن مع المئات لقدام شوي، بجمعه مع الرقمين. طيب بحكي لي هون عندما أجمع ذهنيا فأني لا أحتاج إلى ورقة وقلم. أكيد كي أجد ناتج العددين 38 و 257 أجمع اثنان العدد 38 حتى تصير 40، وهي من مضاعفة مين؟ مضاعفات العشرة. وقال لي إنه بدي أطرح من 257 اثنين عشان تصبح 255 ويسهل علي عملية الجمع، حتى تصير إنها من المضاعفات وتسهل علي عملية الجمع. ممكن أنا أزيد من هون اثنين وأحطها لهناك وأنقص من هون اثنين وأكملها، أو ممكن أجمعها جمع عادي. خليك معي، خلينا ننتقل لصفحة 43. طبعا تاريخ 17/11/2020، بحكي لي أجد ناتج جمع ذهنيا فيما يلي: 709 زائد 36. هلأ بالأحد 6 زائد 9، مين الكبير؟ التسعة، بحط التسعة بعقلي وبكمل للستة. 9 10 11 12 13 14 15 5 وباليد واحد، فوق مين؟ فوق العشرات. 3 زائد 0 3، ولا تنسى باليد واحد 4، مئات ما في معناته بتنزل السبعة. ننتقل هون 213 زائد 78، دائما الأحد مع الأحد، عشرات مع عشرات، مئات مع مئات. 8 زائد 3 8 بعقلي وبكمل، 8 9 10 11 1 وباليد واحد فوق مين؟ فوق العشرات. 1 زائد 7 8 1 9، الاثنين مئات ما في معناته بتنزل. ننتقل للي هون 343 زائد 52، الأحد مع بعض 2 زائد 3 يساوي 5، العشرات مع بعض 5 زائد 4 9، 300 ما في معناته بتنزل الثلاث، 395. 152 زائد 39، الأحد مع بعض 9 زائد 2 9 بعقلي، 10 11 1 وبالواحد هون وباليد واحد فوق العشرات، 1 زائد 3 4، 4 زائد 5 9، وما في مئات هون عندي معناته بتنزل إذن 1. 191 508 زائد 87، الأحد مع بعض 7 زائد 5 7 بعقلي وكمل، 7 ادعس عليها خلص هي بعقلك، 8 9 10 11 12 2 وباليد واحد، 1 زائد 8 9، 9 زائد 0 9، ما فيش عندي مئات تنزل 8، 892. 608 زائد 66، 6 زائد 8 8 بعقلي وكمل، هاي 8 دعست عليها، 9 10 11 12 13 14 4 وباليد واحد فوق العشرات، 1 زائد 6 7 زائد 0 7، 6 ما في بتنزل، إذن 674. 628 زائد 700
وزائد 67. الأحاد مع بعض 7 زائد 8، 8 بعقلي الكبير وكمل. 9 10 11 12 13 14 15 5 وباليد واحد فوق العشرات. 1 زائد 6 7، 7 زائد 2 9. ما في مئات بتنزل 695. 407 زائد 76، 6 بعقلي وكمل. 6 7 بعقلي، يلا كمل. 8 9 10 11 12 13، 3 وباليد واحد فوق العشرات. 1 زائد 7 8 زائد 0 8، 4 بتنزل. 514 زائد 32، 2 زائد 4 يساوي 6، 8 زائد 1 9، 5 ما في مئات بتنزل. 5 506 و90. 838 زائد 55، نجمع الأحاد. 5 زائد 8 8 وعقلي وكمل. 9 10 11 12 13 3 وباليد واحد فوق العشرات. 1 زائد 5 6 6 زائد 3 9 8 بتنزل 893. مع لارا 148 نجمة ملونة، ومع أختها 47 نجمة، فكم نجمة مع الأختين المجموع الكلي؟ إذا شو الإشارة تكون؟ جمع، لأنه هو بده العدد الكلي. كم كان معاها؟ معها 148، وكم مع أختها؟ 47. يلا بجمع الأحد. 7 زائد 8 8 بعقلي وكمل. يلا 9 10 11 12 13 14 15. 5 وين بروح بالواحد؟ أكيد بمنزلها جنبها، بحطها فوق مين؟ فوق العشرات المنزل اللي وراها، لأن الأحد أنا جمعتها. 1 زائد 4 5، 5 زائد 4 9، والمئات ما لها جمع، ما فيش إشي يعني، هون تنزل زي ما هي. إذا 195 نجمة مع الأختين المجموع الكلي. فهمنا يا ماما؟ أهم إشي في هذا الدرس إنه نعرف إنه راح يكون في عندك في باليد واحد، وما بدك تنسى تجمعه. إذا جمعته مع الأحد بدك تحطه وين؟ فوق العشرات، لأنه خلصت الأحد. تمام؟ خلصتها وجمعتها، معناته بروح على منزلة العشرات، بحطها فوق العشرات، بجمع العشرات وبزيد لها دائما واحد إذا كان في عندي باليد واحد. ما كان في عندي زي هالمسألة في اليد واحد، خلص بجمعها جمع عادي، أحد مع بعض، عشرات مع بعض، ومئات مع بعضها. نحلها على الكتاب اللي هي بصفحة 43.